مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة علي الصياد المكتوبة باللغة الإنجليزية، ومن خلال الفيسبوك على البيج مالتنا بلاوي علاوي علي الصياد. أصدقائي وأعزائي، مثل ما تلاحظون بهذا المقطع القصير حبينا نوضح به كلمة يبسط، هاي الحالة اللي بلبل يسويها إنه يغرد ويا نفسه بصوت ناصح. هنا البلبل البري من يسوي هاي الحالة، البلبل البري يعني بعدها ما جالس بقفصه أو داخل تلك أو يعني عنده وضعية غير مستقرة، فيظل يراجع باللسانات اللي ببطنه ويا روحه يستعد لها حتى يجي الوقت المناسب ويطلعهن. أما البلبل الأليف فمن يسوي هاي الحالة أكو ببطنه لسانات بس بعدها ما ضابطهن، فيحاول يضبطهن ويا روحه ويراجعهن بهاي الطريقة اللي بصوت ناصي يقرأ حتى ينتظر الفرصة المناسبة، ومن يجهز يبدي يغردهن. هنا أنا هاي بادرة خير إنه البلبل مو أفرس وبيه لسانات، من يسوي هيك يعني راح يقرأ بالوقت المناسب. تحياتي لكم.